أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. اللي هو نوض نصفقوا لصاحب الجلاله لانه بالسياسات ديالو، لان الملف خدم فيه هو شخصيا. كنشكروا جلاله الملك يعني، وصراحه يعني الشعب المغربي كاع فرح العوده ديال المملكه المغربيه الى الاتحاد الافريقي، وهذا ناتج عن العمل السياسي الكبير ديال الملك البلاد محمد السادس. لذلك يعني اقل من قندرو هو انه نصفقوا على داك القرار ونصفقوا على داك المجهودات الكبيره اللي قام بها جلاله الملك. بون حنا يعني جميع الدورات كنحترمهم، ولكن هاد النقطه هاد اليوم بالذات، لان كان عندنا الامل ديال التاهل ديال المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كاس افريقيا بالغابون. قلنا نديروا هذا باش كنت اهل المغرب كنا غنشدوا الطائره اليوم باش نساندوا المنتخب، لكن تم اقصاء وجه مشرف. لذلك الدوره راه دازت في النهار ديالها وفي الوقت ديالها. بان راك عايشتوا معنا حتى السنه اللي فاتت، يعني شهر جوج ديال العام اللي فات حضرتوا ذاك المشكل اللي كان ديال الثانويه التاهيليه، وما قيل وما قيل من طرف بعض الساده الاعضاء يعني اللي كيشكلوا كيتسميوا الصف ديال المعارضه. اليوم فالاخوان ديال المعارضه راه يعني نشتوا راه اعتذروا بواحد الطريقه عقلانيه وطريقه حضاريه على انهم ما يعني كشفوا الحقيقه، بان نفاو كذبوا هذيك الادعاءات اللي كانوا هما كيتبناوا هذا. لذلك اليوم الحمد لله راه دازت الدوره في واحد الجو يعني جو حضاري، يعني صراحه سيرتو كانوا هذوك النقاط ديال التعليم وقطاع الصحه، فالاخوان كان الهم ديالهم نيت يعني كاين مشاكل ديال الصحه والتعليم. راك شتو التغطيه كي شتو الجلسه كي داز، والحمد لله على كل حال. ديال المجزره مؤخرا داو ان اتهامات انك هرستي هاتف خاص باحدى حقوقيات. كنظن يمكن هذيك النقطة طرحت هنا داخل القاعة، بأن واحد السيد اللي أنا قال بأنه أنا ضربت شي هرس شي تليفون درت شي حقوقية ما حقوقية. ما كنظنش بأنني غنطيح لذاك المستوى ديال نضرب لواحد التليفون ولا نضرب ليا التليفون ولا لا. الإخوان دوك الناس الجمعية اللي جات درت ما فهمتهاش اصلا علاش جات، اش كدير هنا كتندد. اعترفوا في الاخير هما نيت الجمعيه، راه التصريح ديال الفيديو ديالهم والتصريحات ديالهم بانه راه جاو خداو واحد الصور مع تمين جابوهم ورفقوهم لولاد حسين بحكم ان جامعه ولاد حسين، وهذيك ماشي جامعه ولاد حسين، راه الفيديو باقي وحنا راه عندنا الحق ديال نلتجئوا للقضاء النهار اللي. وكاينه نقطه اخرى ديال رئيس ديال ديك الجمعيه اللي كيقول بانه كيعرفني انا شخصيا، واش كان بيني وبين حركه ديال 20 فبراير. ما فهمتش اش جاب حركه 20 فبراير المزاره سميتو لهذا، ما فهمتش النظافه وهذا. يعني حركه 20 فبراير اش دخلوها فيها؟ واش هو كينتمي ليها؟ واش هو كيدافع عليها؟ هو انا لا كان كيدافع على ديك حياته، ولكن انا ما نقبلش نتعامل مع واحد يمثل ديك الحركه. وكنقول ليه فنور الدين مخير راه ماشي بلطاجي، نور الدين مخير الحمد لله راه معروف على الصعيد الوطني على الصعيد الاقليمي، يعني الحمد لله رجل وطني ملكي. وكنقول لك السيد اللي بغيتي تبقى تهضر فيا وتقول كنشكرك وبيناتنا الله وصافي، هذا هو اللي كاين. ما يمكنش لي غادي نحط على مراته وضربته وكذا، ماشي كتفيه. انا كنهضر معاك راجل في المستشفى، ما كنهضرش معاك في الفراغ. ما يمكنش لي غادي نحط لك لما نجي مراته ولا نقول لك اي واحد يجي يطيب لها. هذا الشيء اللي كنجيبوا اي واحد كيبداو يولد يدير خرابه قدام، راه سيتي
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.